في مباراة أرادها زملاء زافور للتصالح مع الأنصار وتحقيق أول انتصار، إلا أن الرياح لا تأتي بما تشتهيه السفن، ليكتفي فريق شبيبة بجاية بتعادل إيجابي يزيد من تعقيد أوضاعه في هذا الموسم. أطوار المباراة كانت مغايرة تماما لما انتظره الأنصار، حيث كان أبناء يعيش السباقون لتهديد مرمى قاسم في عدة مناسبات، إلا أن الحظ أحيانا وسوء التركيز أحيانا أخرى منع المولودية العلماء من فتح باب التسجيل، لتنتظر الجماهير ربع ساعة كاملة لمشاهدة أول فرصة حقيقية للبجوي عن طريق العريبي الذي سدد كرة قوية أخرجه أسري على طريقة حراس كرة اليد. ثاني فرصة حقيقية كانت في الدقيقة 30، أين شاهدنا هجمة منظمة قادها مدحي، تبادل ثنائي مع مباركي، مدحي يعرقل داخل منطقة الجزاء من المدافع زقيدي، بشيري يعلن عن ضربة جزاء احتج عليها كثيرا زملاء أسرية. ضربة الجزاء يتولى تنفيذها المختص كوليبالي الذي سد كرته أسرية في المرة الأولى لتعود الكرة إلى كوليبالي ثانية، هذه المرة لا يضيع مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم من نفس الوضعية. رد العلميين كان سريعا، 3 دقائق هجوم من الجهة اليسرى، أخذ ورد داخل منطقة العمليات، لمس الكرة باليد من اللاعب مباركو، الحكم بشيري يعلن عن ضربة جزاء وإنذار للاعب. هدف العلماء حميتي يتولى تنفيذها معدلا النتيجة. هدف أخلط حسابات المدرب طلاح الذي لم يفهم ما يحدث لفريقه. آخر فرصة كانت في الوقت البدل الضائع، أين اصطدمت كرة شعلالي بالقائم الأيسر. الشوط الثاني أحدث المدرب طلاح تعديلات على هجومه بإخراج شعلالي ومباركي ودخول عريبي وكماشا من أجل إعطاء روح جديدة للهجوم. دقيقتان كادت شبيبة البجاية أن تضاعف النتيجة بعد الخطأ الفادح من الحارس البديل محساس الذي دخل مكان أسري، فيما كاد أبناء يعيش في 3 مناسبات أن يقتلوا المباراة بعد اعتمادهم على الهجمات المعاكسة التي قادها الجناح الطائر شنيحي، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة في بعض المرات وبراعة الحارس الشاب قاسم الذي يعد بالكثير. أخطر فرصة للبجوية كانت في الدقيقة 32، قادها اللاعب مدحي الذي يوزع كرته تجد رأسية كوليبالي تردها العارضة. 10 دقائق الأخيرة انهيار بدني للاعبي شبيبة بجاية لم يستغله زملاء شنيحي الذين ضيعوا ما لا يضيع في مباراة ستندم عليها عناصر العلم. فيما ينتظر زملاء زافور عمل كبير للخروج من هذه الوضعية التي لم تعيشها البجوية منذ عدة مواسم. مش راضين النقطة هذه، نقول لك صراحة جينا بك نديو 3 نقاط، نقول لك صراحة مقابلة تانية وخاصة في الشوط الأول اللي دخلنا بال 20 دقيقة اللي ضيعنا 4 فرص أو 5. في الشوط الثاني شفتوا المقابلة كد اللقطة اللي ضيعنا، ما نقص التركيز، نقص يعني نقول لك أنا يعني جو سي با هيرو فرونشمون. اليوم الشبان لما غيرنا في الشوط الثاني كانت يعني الجو تي كيليبري وكنا قادرين نسجلوا، لكن ماتشين ما تنساش بلي العلمة دارت ثاني ماتشين في السياسي، دونك انتم تنقصوا من لي بوسيبيتي نتاعنا. حتى دي زيكيب فورت مازلنا نخدموا في الفيزيك، هي ان ديفيسيت نحبوا نكرو، لكن اون فو ترافاي سكوتي لا اون فيرا بار لا سويت.